أعزائي السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج كونسولتو. وزي ما اتفقنا وزي ما قلنا لكم ونوهنا في الجزء الأول إن هيكون ضيفتنا النهاردة إن شاء الله أستاذة دكتورة نهال الماهر الجندي، أستاذ أمراض العيون بكلية طب جامعة القاهرة، وزميل كلية جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا دكتورة نهال. أهلا بحضرتك دكتورة ليلى. زي ما احنا عارفين كلنا ان امراض العيون والشبكيه والجسم الزجاجي والميه البيضاء والميه الزرقاء والتهاب العصب البصري والجديد بقى من ليزر وليزك وازاي نحسن البصر وازاي نعمل كل دي من الحاجات اللي بتهم جدا جدا المشاهد وبيسال عنها كتير، وبنسمع بعض الاراء في بعض الاماكن ممكن قد تكون سليمه وممكن قد تكون مغلوطه. النهارده ان شاء الله باذن الله عن طريق لقائنا مع استاذ دكتوره نهال الجندي هنحاول نفسر كل المعلومات دي ونبسطها لهم جدا جدا بحيث ان هم يكونوا ان شاء الله في نهايه الحلقه قدروا يوصلوا للحاجات الصح ايه هي وطريقه التشخيص وطرق العلاج السليمه بعيده عن الحاجات اللي فيها اعلانات، الحاجات اللي قد تكون مغلوطه، الحاجات اللي قد تكون فيها يعني كلام مش صحيح. ان شاء الله باذن الله هنوصل معاكم في الحلقه دي ان احنا نحاول نبسط لكم كل المعلومات. دكتوره نهال هانم اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. وكل سنه وحضرتك طيبه ومناسبه عيد الفطر مبارك وربنا يا رب يعيد عليكم بالخير يا رب. كل سنه وحضرتك طيب والمشاهدين طيبين. يا اهلا وسهلا. طيب دلوقتي حضرتك زي ما انت حضرتك فاهمه احنا قلنا هنتكلم عن العيون وحضرتك استاذتنا الكبيره في الرمد وهتقدري تبسطي لنا الحاجات البسيطه. هنبدا الاول من ورا لقدام، هنبدا بالشبكيه، وانا عارف ان حضرتك يعني من الناس اللي قليلين اللي في مصر متخصصه في امراض الشبكيه بكل انواعها، فعايزين الاول بس نبسط الموضوع يعني ايه الشبكيه وموجوده فين وظيفتها ايه. تمام. هي الشبكيه الفيلم اللي احنا بنشوف بيه الصوره، ربنا خالق العين الجزء الابيض بتاع العين ده مكمل ورا زي كره القدم كده بالظبط او زي الكره ومتبطن من جوه بالشبكيه. الشبكيه ده الفيلم اللي بيصور الصور اللي حوالينا وينقلها للمخ عشان المخ يقدر يفهمها ويستوعبها. الشبكية دي ربنا خالقها معقدة جدا وفيها خاصية ان هي ممكن تحدد اللون وتحدد الفورمة بتاعت الصورة وتحدد الكونتراست حتى التباين ما بين الالوان، فهي تعتبر جزء شبكية من الاعصاب بتكون الصورة وتبعتها عن طريق العصب البصري للمخ عشان المخ يقدر يحلل الصورة ويفهمها وكده. كويس، حلو قوي. المفروض الطبيعي ان الشبكية دي المفروض ربنا خلقها سبحانه وتعالى في احسن واجمل صورة. ايه الامراض اللي ممكن بتصيب الشبكيه من الاكثر اهميه للاقل اهميه؟ تمام. احنا اللي دايما بنحب نتكلم عنه هو طبعا الاكثر خطوره هو الانفصال الشبكي اللي ممكن يجي نتيجه الاصابه او قطع في الشبكيه، فممكن يحصل برضه مع التقدم في السن لما بيحصل تغيرات في الجسم الزجاجي. بس احنا اللي دايما لاقين في مشكله في مصر بالذات وان الناس ما بتبقاش واخده بالها منها اللي هو الاعتلال الشبكي السكري. السكر عدو كبير للشبكية. العيان بيبقى فاكر ان هو طالما مظبط السكر وان السكر بقى له معاه سنين خلاص يبقى الشبكية كده في امان تام، وده مش حقيقي. ده اللي نفسنا كل الناس تعرفه ان في وقت من الاوقات لما السكر بيبقى قديم ممكن يبدأ يأثر في الشبكية حتى لو السكر طول السنين ده كان مظبوط. السكر في حاجات تانية بتصاحبه وتأذي الشبكية اكتر، زي لو الكوليسترول عالي، الضغط عالي، العيان عنده انيميا، بيبقى نوعية الدم اللي واصله الشبكية بتبقى دم فقير واصل للشبكية. فكل الحاجات دي لازم تتصلح مع بعض، ولازم العيان يعرف ان هو كل سنة يجي يكشف على الشبكية عشان يطمئن، لان دلوقتي حصل تقدم كبير قوي في العلاج. العلاج كل ما يكون بدري كل ما يكون بسيط ونسبة نجاحه عالية قوي، كل ما يكون متأخر الحقيقة بتبقى نسبة نجاحه قليلة جدا. انما طبعا الانفصال الشبكي هو ده اللي يعتبر طوارئ اكتر ومحتاجين نتدخل اسرع شوية، مش على الهادي، مش محتاج كشف دوري، محتاج ان العيان يبقى عارف الاعراض الخطر اللي تنبهنا ان احنا نيجي، زي وجود فلاشات نور، زي طبعا بعض خبطه لازم العيان يتكشف عليه كويس، زي وجود ستاره سوداء او اللي هي الذبابه الطائره لو جدت او حصلت فجاه وكميتها كبيره لازم طبعا يجي ويطمئن على الشبكيه عشان نطمئن ان مفيش انفصال شبكي. طيب يعني هو في سؤالين مهمين قوي. السؤال الاولاني خاص بالذبابه الطائره، ان كتير قوي بيقولوها وبقت دلوقتي مصطلح كتير قوي يعني اي واحد يقول لك انا عندي ذبابه طائره، تمام؟ فدي ده السؤال هتجاوبنا عليه. الحاجه الثانيه المهمه حضرتك بتقولي ان حتى لو الانسان مظبط سكره فلازم يجي يعمل تشيك اب كل سنه يتاكد ان الشبكيه بتاعته سليمه. طيب احنا عندنا هنا في مصر من 8.5 ل 10 مليون مواطن يصاب عندهم سكر. بالظبط. لو قلنا من ال 10 مليون دول تقريبا 9 مليون
السكر بتاعهم غير منتظم. ولما تيجي تسالي اي واحد فيهم يقول لك انا سكري مظبوط الحمد لله على 350 400 انا كده مظبطه زي الفل وماشي كده كويس. فلو قلنا دول طب الناس حضرتك تقولي اللي عنده سكر ومنتظم ده برضك لازم يجي يعمل تشيك اب كل سنه. طب اللي عنده سكر ومش منتظم ده نعمل معاه ايه؟ اللي عنده سكر ومش منتظم بيعود نفسه لحاجه تانية كمان اللي هي الميه البيضاء المضاعفه، ان ممكن مع اهمال السكر لو فضل يسيبه يعلى قوي يوطى قوي مع الوقت هتبدا العدسه بتاعه العين تكون ميه بيضاء اللي هي العتامه اللي بيقولوها العتامه بتاعه العدسه بالظبط كده، وده طبعا هيبقى علاجها عمليات المياه البيضاء. الحاجه الثانيه طبعا بيتنقل من مرحله، السكر عباره عن تاثيره على الشبكيه عباره عن مراحل، هو بيتنقل من مرحله لمرحله بسرعه جدا. والحاجه الثانيه بيخلي كمان العلاج ما يبقاش ناجح، يعني ممكن نعمل جلسه ليزر ما تجيبش النتيجه اللي احنا عايزينها لو السكر مش مظبوط. نحقن الحقن الجديده اللي طالعه اللي بتجيب نتيجه نلاقيها ما بتجيبش معاها نتيجه لان سكره مش مظبوط. فالحقيقه هو الاهمال طبعا في ضبط السكر بيأذي العين بسرعه اكتر وبيخلي العلاج مش فعال. انما ده ما يمنعش ان اللي حتى اللي مظبط سكره لو السكر قديم بقاله من 8 سنين او اكتر برضه معرض ان ممكن يحصل تغيرات في الشبكيه تتلحق ان شاء الله اول باول بالكشف الدوري. ممتاز. طيب الذبابه بقى الطائره او الذبابه السوداء اللي بتتقال دي، هل كل واحد شاف حاجه كده زي نقطه سوداء كده بتتحرك يبقى ده واحد يبقى احتمال كبير قوي يكون عنده مشكله في الشبكيه؟ ولو حاجه مزمنه مش حاجه حاده؟ لا، الاحتمال الاكبر ان شاء الله ان هو مش هيبقى ما فيش مشكله، لان العين نفسها متكونه من جوه او مليانه من جوه بحاجه اسمها الجسم الزجاجي. الجسم الزجاجي ده ماده زي الجيل كده، طبعا وارد جوي قوي بيبقى فيها شويه عقارات بيبقى فيها خلايا. ممكن لو بصينا على سما صافيه، لو حد طبيعي تماما بص على سما صافيه بص على حيطه بيضاء ممكن قوي يشوف حاجات بتتحرك قدامه، دي عباره عن عقارات والخلايا اللي موجوده في الجسم الزجاجي، دي حاجه طبيعيه جدا مفيش منها اي قلق. انما الذبابه الطائره اللي بتتحرك لو جت فجاه كميتها كبيره، لو جت مصاحبه مع فلاشات ضوء شاف قبليها ضوء، لو جت طبعا مصاحبه مع ستاره سودا نازله من اي اتجاه، ده معناه ان ممكن يكون في مشكله في الشبكيه. اللي بتيجي تقيله وفجاه دي معناها ان حصل انفصال في الجسم الزجاجي، دي حاجه بتحصل برضو عاديه فسيولوجيه زي ما الشعر بيبيض، كل الناس بتتعرض لكده مع السن بيحصل حاجه اسمها انفصال في الجسم الزجاجي، دي ده مش مرض ولا حاجه، ده حاجه عاديه. الانفصال ده ممكن في اغلبيه الناس بيتم بامان خالص شويه، بس العقارات دي هتضايقه شويه وبعد شويه هيتعود عليها. انما في ناس قللت الحظ شويه بالذات لو الانفصال في الجسم الزجاجي حصل بسرعه نتيجه خبطه نتيجه ان هو كان بيشيل حاجه تقيله او كده، ممكن لا قدر الله يعمل نزيف في الشبكيه او قطع في الشبكيه. فعشان كده في جميع الاحوال لو حد شاف ذبابه طائره جديده عليه مش بقالها اقل من شهر وحس انها تقيله وحس انها بتزيد او معاها اي اعراض تانية زي اللي هي فلاشات الضوء يجي يطمئن بس على الشبكيه ان شاء الله. طيب هنكمل برضك نقاشنا، بس معانا استاذ بيتر. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا استاذ بيتر، اتفضل حضرتك. دكتور عامل ايه؟ الحمد لله تمام ربنا يخليك. حياتي حضرتك والدكتوره. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك معانا. كان في كنت عامل زي مقاس نظر تمام، فقال عندك نقص حاجه بسيطه في العين اليمنى تمام؟ كويس. فهل ده يستدعي يعني ان البس نظاره ولا ده طبيعي يعني؟ ما تعرفش كام الحاجه البسيطه دي، ما تعرفش كام، نص ربع ثلاث ارباع؟ هو قال لي ربع كده يعني حاجه بسيطه خالص، بس قال لي مش مشكله مع الوقت عادي يعني مش تفرق يعني. اوكي بص احنا حاضر تابعنا، هناخد برضك استاذ احمد بعديه وبعدين نجاوب على الاثنين. اوكي استاذ احمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا احمد من اسوان. يا اهلا وسهلا بيك وباهل اسوان كلهم، اتفضل يا استاذ احمد. ممكن اسال الدكتوره؟ اتفضل الدكتوره نهال مع حضرتك، اتفضل. انا من اكون جاي من الشغل من الشمس معرض للشمس، احط الشقه بحس الدنيا ضلمه لمده دقيقه. ايوه وطي التلفزيون لو سمحت وتابعنا من سماعة التليفون. دكتور انا بكون مثلا جاي من الشغل معرض للشمس بره. ايوه كويس. اخش للشقه كده بحس الدنيا مظلمه لمده دقيقه لين ما عن الرؤيه اشوفها اكثر. طيب وبعد الدقيقه دي الرؤيه بترجع كويسه؟ بترجع كويسه اه، بس انا في الشمس اخش الشقه بحس لمده دقيقه كده الدنيا ضلمه. اوكي، اي شكوى ثانيه؟ لا شكرا. شكرا ميرسي قوي. طيب كان سؤال بيتر بيقول ان هو العين اليمين عمل كشف نظاره وطلعت انها ربع، فهل يلبس نظاره ولا لا؟ لا الحقيقه المقاسات الصغيره قوي دي طالما مش عامله صداع ومش فارقه معاه في حياته اليوميه لا مفيش داعي يلبس نظاره. كويس
ولو مش مصاحبه برضك استجماتيزم، لو مجرد الاستجماتيزم لو حتى درجه صغيره ممكن يعمل صداع. فبيبقى الفيصل ما بيننا كده العين بيشتكي ولا لا، انما ما فيش اذيه للعين لو ما لبسش النضاره، المقاس مش هيزيد ولا حاجه لو ما لبسش النضاره، فمش مشكله. مفيش داعي. طيب بالنسبه للاستاذ احمد لما بيكون في جو شمس ويخش الشقه بيلاقي الدنيا ضلمه، تمام، دي حاجه برضه فسيولوجيه طبيعيه. الشمس الكتيره بتاثر طبعا على الخلايا والمستقبلات بتاعه الشبكيه اللي بتستقبل الضوء، بتخليها تستهلك. فلما بنيجي نخش على اوضه ضلمه شويه بيبدا حاجه اسمها الدارك ادابتيشن، او اللي هو التمثيل في الـ في الـ في الضلمه شويه، في الظلام اكتر. الشبكيه نفسها بتبدا تتاقلم على الظلام، فمعلش ممكن لوهله كده مجرد اقل من دقيقه، اقل من 60 ثانيه، يحس فعلا ان هو مش شايف لحد اما العين او الشبكيه تبدا تشغل شغلها في الضلمه، اللي هي تشغل الخلايا المستقبلات الضوئيه اللي في اطراف الشبكيه مش اللي في مركز الابصار. اوكي، معانا استاذ محسن. ايوه ايوه استاذ محسن، اتفضل حضرتك، سؤالك ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. لو سمحت عشان اكلم الدكتوره. اتفضل الدكتوره معاك، قول لي سؤالك ايه؟ انا اول ما اجي من الشغل. تمام اتفضل. ايوه انا سامعك، اتفضل. اول ما اجي من الشغل نحط الغسالة في عيوني. لما بترجع من الشغل بتعمل ايه؟ نحط الغسالة على ما اخش الشقه. طيب ما هو ده كان السؤال اللي فات، ماشي، حاجه تانية غير العتامه؟ لا لا شكرا. ده نفس السؤال، ان هو لما بيرجع من الشغل بيحس بعتامه على عينه. نفس الحاجه، لان طبعا الشغل في بالذات في اماكن فيها شمس عاليه بيحصل العيان ممكن يشتكي من الحكايه دي، ما يقلقش منها ان شاء الله. طيب سؤال بقى بالمره قبل ما نرجع تاني للموضوع بتاعنا، كان زمان يعني زمان كان بعض الاطباء يحذروا من لبس نظارات النظر، يقول لك نظارات الشمس. يعني انا شايف دلوقتي ان احنا مع جونا دلوقتي بقى زي جو الخليج، وبقت الشمس حاميه جدا وقويه جدا بالذات في الصيف، فهل ينصح بارتداء نظارات الشمس ولا بردك دي قد تؤثر على النظر؟ هو السؤال ده حلو جدا الحقيقه، لان هو احنا نظارات الشمس المفروض ان هي بتحمي من الاشعه اللي هي الفوق بنفسجيه والتحت الحمراء للشبكيه، بتحمي الشبكيه من الاشعه الضاره من الشمس. الفكره بس ان هو لو النوع مش اصلي من النظارات فاحنا كده بنخدع العين، العين في الضلمه انني بيفتح عشان يدخل ضوء اكتر شويه، فاحنا لو لابسين نظاره ما بتحميش، ما بتفلترش الاشعه الضاره للشبكيه، هنخلي الاشعه الضاره دي هي التعدي اكتر في النني الواسع بتاع العين. فالحقيقه النظارات الشمسيه احنا طبعا بننصح بيها جدا وبتحمي الشبكيه ومهمه جدا في الدول اللي زينا، الدول الشمسيه دي، بس يستحسن لازم تكون نوع اصلي فعلا وبتعمل فلتر فعلا للاشعه الضاره. اما النوع اللي هو زي لعب الاطفال او كده لا، ده ممكن يبقى فعلا مؤذي. ما هو للاسف بقى ان دلوقتي منتشره جدا، وهي دي الحاجه اللي كنت عايز احرك عليها، ان منتشر جدا في كل الاماكن اللي هي اللي زي اللي محلات البيع ب 2 جنيه ونص ومش عارف ايه والكلام ده، نظارات ب 20 جنيه و15 جنيه و30 جنيه والحاجات زي دي الصيني والحاجات الماركات اللي اي كلام دي. فطبعا دي دلوقتي انتشرت جامد قوي قوي قوي، وبقى الواحد يجيب له بثلاث اربع نظارات الشباب ويلبسوها يغيروا، اعتقد دي مش كويسه. لا دي مضره، لان احنا كده خدعنا العين، فهمناها ان هي في الضلمه فنني فتح، وفي نفس الوقت عرضناها برضو للاشعه ما حصلهاش فلتر كفايه فدخلت على الشبكيه، فدي تبقى مؤذيه، دي الضرر منها اكتر من الفايده. انما عموما النظارات اللي هي الصحيه اللي بتفلتر فعلا الاصليه لا، دي ننصح بيها جدا الحقيقه. طيب معانا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. دكتور انا قال مع حضرتك، اتفضل يا فندم. سلام عليكم يا دكتور. لو سمحت انا عندي مرض الضغط. الضغط ليه تاثير في العين ودايما الصداع دايما في دماغي، هل من الضغط ولا من العين؟ تمام. اوكي. هو عنده ضغط؟ ضغط العين، ضغط الجسم نفسه. ضغط دم عالي. هو الضغط طبعا بيعمل صداع، تمام؟ في حد ذاته ملوش علاقه بالعين هنا. ضغط العين، ضغط الجسم العالي لو مش متظبط طبعا، لو معاه مرض تاني زي السكر او الكوليسترول ممكن يؤدي الى حوادث في الاوعيه الدمويه بتاعه الشبكيه، ممكن تقفل في هذه اللحظه. فاحنا عشان كده بننصح طبعا لازم الضغط يكون متظبط. انما غير كده الصداع لا، نقدر طبعا غالبا من ضغط الدم اللي مش مظبوط، لما ضغط الدم يتظبط ان شاء الله الصداع غالبا هيتحسن. طيب معانا استاذ زيدان. نعم اتفضل يا استاذ زيدان، احنا على الهواء، اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. طيب سيادتك، سؤال للاخت الفاضله الدكتوره. اتفضل، اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارك في ساعتك.
السؤال حول يعني المياه البيضاء. أيوة. وتطورها في العين، وهل لابد من إجراء جراحة لها أم لا؟ أوكي. وقد قرأت في أحد كتب العلاج بالأعشاب وصفة كده، يعني أرجو رأي الأخت الفاضلة الدكتورة فيها. تقول الوصفة دي إن وضع أو تقطير عصير البصل مع عسل النحل النقي يخفف من حدة المياه البيضاء، فما الرأي العلمي في هذا الموضوع؟ حاضر. والسؤال طبعا الأولاني اللي هو ما هو يعني أسباب المياه البيضاء وتطورها يعني. حاضر. هو ده من المواضيع اللي أنت حضرتك تابعنا دلوقتي من شاشة التلفزيون. ده كان من المواضيع اللي احنا هنتناقش فيها، بس هناخد رضا وبعدين نكمل. استاذ رضا اهلا وسهلا. الله يخليك يا باشا. اتفضل يا بيه. انا كنت لسه كاشف، كان عينيا كده بتنتهز من جوه، وبعدين رحت كشفت في مركز اسمه الفردوس عندنا في الشرقيه. كويس. وبعدين قالوا لي انت عليك 100 100، بس طلبوا مني افصل النظارتين. نظارتين، نظاره مشي ونظاره قرايه. ايه بقى سؤالك؟ مع اسال الدكتوره كده اشوف النظارتين يبقوا صح ولا ايه يعني؟ حاضر، عينيا الاثنين تحت امر. اللهم لا. هناخد السؤال ده لانه بسيط الاول، النظارتين، وبعدين بقى نخش على موضوع الميه البيضاء. تمام. ايه بقى، هو راح كشف نظر فقالوا له انت لازم تلبس نظارتين، اللي هي بتبقى نظاره مسافات ونظاره قرايه. تمام. فبستاذن حضرتك بسالك، هل ده لازم يلبس نظارتين، وهل ده كويس ولا وحش؟ تمام. احنا ربنا خالق العين، فيها عضله جوه العين بتغير من الفوكس بتاع العدسه اللي موجوده اللي ربنا خالقها برضه، فبتخلينا لحد سن معين تقريبا 43 او 45 نقدر نشوف البعيد والقريب والمسافات البينيه كمان. بعد السن ده هو بتبدا العضله دي ما تبقاش قويه، مش قادره تشتغل بكامل قوتها زي ما كانت الاول، بتبدا تضعف بالتدريج على مدى السنين لحد سن الستين. الجزء اللي بيضعف منها ده احنا بنعوضه بنضاره اللي هي نضاره القريب، نضاره القراءه. العيان لو له كمان مقاس للبعيد بيلبس نظاره للبعيد ويلبس نظاره كمان للقريب. لازم يعمل الاثنين او مش لازم، بتعتمد على برضه حياته، لو هو بيقرا كتير، لو هو بيستخدم حاجه من القريب، بيلضم ابره، بينقي رز، بيستخدم اي حاجه يدويه قريبه، هيلبس النظاره ديت للمسافات القريبه. لو ما بيستخدمش دي ومش متضايق ممكن يفصل البعيده بس. انما منطقي جدا ان بعد سن معين لازم بنعمل نظارتين، واحده للبعيده وواحده للقريب، او نعمل نظاره واحده بس بتبقى متعدده البؤر. اوكي. هي نظاره متعدده البؤر طبعا بتبقى النظاره بتبقى مقسومه جزء تحتاني قرايه، وهي معظمها بيبقى بتاع المسافات في دي او الباي فوكال. في يعني اللي هو مسافه بعيده وقريبه بس، وفي كمان بقى متعدده البؤر اللي هي المسافات البينيه كمان اللي ما بين البعيد والقريب. دي جديده، دي ما سمعتش عنها. لا دي من زمان موجوده. بس هي الفكره ان العدسه نفسها متقسمه فعلا اجزاء كتيره، واحده للبعيد واحده للقرب شويه والقرب شويه وهكذا لحد ما نوصل للقرب. بس اعتقد خلص. الحاجه اللي زي دي بتبقى محتاجه ان الواحد يعمل ادابتيشن لانه لازم يكون واحد يعني. انا اعتقد ان حتى اللي كانوا بيقولوا الباي فوكال دي دوبا الاثنين بالظبط مش اي حد يقدر يستعملها. بالظبط، مش كل الناس تقدر تتعود عليها، ومش كل الناس بتعود عليها من الاول يعني، في ممكن يقعد يجاهد فيها شهر عقبال ما يتعود عليها، فهي مش لكل الناس فعلا. ما انا بتكلم عشان كده. طيب بردك قبل ما نخش على موضوع المية البيضاء عندنا أستاذ محمد. ألو. أيوة تفضل يا أستاذ محمد، ما احنا معاك تفضل. حضرتك أنا والدتي عندها تفضل. ماشي حضرتك. والدتي عندها مية بيضاء. كويس. إيه سؤالك؟ سنها 70 سنة، فهي بسأل هل المية البيضاء نعمل العملية لها فعلا ولا هي مش هتستحمل ولا ايه؟ اوكي حاضر، هنجاوبك دلوقتي. معانا برضك استاذ محمد تاني، واحد تاني، واضح ان هو قفل. استاذ محمد معانا؟ خلاص يبقى التاني قفل. يبقى كده هنخش بقى في موضوع المية البيضاء. المية البيضاء موضوع ناس كتير قوي بتقوله، يا اما بيقولوا عتمه على العين، يا اما بيقولوا مية بيضاء، يا اما بيقولوا العدسه غبشت، مسميات كتيره. اوكي بردك قبل ما هنبدا نعرف ايه هي العدسه، ماسكه ازاي، شكلها ايه، وبعدين نبدا بقى نتكلم يعني ايه كلمه عتامه. تمام. هي كلمه عتامه بس مبدئيا يعني مش معناها ميه بيضة بس، ممكن يبقى في عتامه على القرنيه كمان، لان برضو لا دي خلط ما بين المرضين دول، ودي ليها عمليات ودي ليها عمليات تانية خالص. عشان نفهم الناس بس، القرنيه هو الجسم الزجاجي اللي هو الجزء الشفاف اللي قدام خالص، اللي احنا بنسميه اللي هو بيبقى شكله لونه اسود المفروض يعني او ملون، بس ده هو شفاف. هو شفاف خالص، بس الناس بتشوفه اللي هو الجزء الخارجي خالص اللي هو بيبقى قابب كده فعلا، الجزء الخارجي اللي هو الاسود ده متغطي بحاجه زي ازاز الساعه كده. بالظبط، زي بغت الساعه. بالظبط بالظبط كده، ده شفاف والمفروض يفضل شفاف، لو عدت ما نشوفش منه.
حتى لو جت عتمه بسيطه ممكن يخلينا نلبس نظاره وممكن يخلينا نضطر نعمل عمليات ليزر عشان يشيل العتمات الخفيفه دي. دي جزء دي امراض القرنيه. ودي اسمها قرنيه عشان الناس تبقى فاهمه، دي اسمها قرنيه دي مش العدسه الداخليه الخارجي خالص من العين. كويس. فاضل بقى العدسه، بعد كده نخش جوه العين نفسها. ربنا خالق عدسه زي عدسات النظارات كده بالظبط، شفافه، ليها قدره كمان في السن الصغير ان هي تقدر تخليني اشوف البعيد والقريب زي الزوم بتاع الكاميرا بالزبط. تقدر تزوم وتخليني اشوف المسافات البينيه. في امراض كتيرة قوي بتعمل ميه بيضاء. في طبعا الاسباب الخلقيه، طفل مولود كده او اسباب طفل مولود كويس ويبدا بعد كده بسرعه يجي له ميه بيضاء، ده كل دي تعتبر اسباب خلقيه. في النوع اللي هو التصادمي اتخبط في عينه، وفي النوع المضاعف نتيجه الامراض زي ما قلنا قبل كده امراض السكر. وفي النوع بقى اللي منتشر جدا عندنا احنا هنا في دول اللي هي شمال افريقيا والشرق الاوسط، اللي هو النوع اللي بيجي مع السن لان بلدنا فيها شمس جامده. طبعا الناس بتشتغل في المزارع واللي بتشتغل معرضه للشمس والحراره اكتر برضو بيجي لها الميه البيضاء دي اكتر واتقل شويه. فاحنا الحقيقه في مصر هنا من الناس او الدول يعني زي الدول العربيه والشمال افريقيا عندنا خبره كويسه قوي في عمليات الميه البيضاء لان هي منتشره جدا، تقريبا معظم الناس بتحتاجها. امتى نعمل عمليه الميه البيضاء؟ الميه البيضاء دي تعريفها حاجتين عشان اقدر اعمل العمليه، يعني يكون في عتامه في العدسه، ودي كده كده لازم مع السن بيكون في درجه من درجات العتامات في العدسه، بس لازم كمان تكون النظر قل. يعني العيان لو بيتصلح بنظاره 6-6 او 6-9 ممكن استنى عليه شويه، مش شرط ابدا ان احنا نعمل العمليه دلوقتي. انما لو ابتدت تاثر على نظره وعلى حياته اليوميه، مش قادر يشتغل مش قادر يتحرك، لازم طبعا تعمل الميه البيضاء. اهمال الميه البيضاء الشديد او ممكن يؤدي الى ارتفاع ضغط العين وممكن يؤدي الى مشاكل، بس ده لو احنا اهملناها خالص، سبناها سنين طويله واهملناها. انما احنا المرحله اللي في النص امتى نعمل عمليه الميه البيضاء، طبعا ما بقناش زي زمان نستنى لما تستوي والكلام ده. هذا اللي كنت لسه سالوه لك، دايما يقول لك استنى لما نستوي. لا تستوي دي خلاص بطلناها خالص، لان احنا دلوقتي بقينا بنعملها بالموجات فوق الصوتيه مش بالجراحه زي زمان. فمش مطلوب مننا ان احنا نستنى، كل ما اتعملت العمليه برده بدري مش متاخر، كل ما تكون اسهل ونتائجها احسن. النقطه الثانيه، العمليه بقت اكثر امانا قوي من الاول، فما بقناش نستنى لما العيان يبقى مش شايف خالص عشان يخش العمليات، بس بنستنى برضو لما يبقى متاثر على نظره، يعني ابتدى يتضايق، يبقى ساعتها ده ان الاوان ان احنا نعمل العمليه. هو احنا لسه عندنا كلام كتير في الميه البيضاء، بس هناخد استاذ محمد معانا. الو. السلام عليكم. اهلا عليكم السلام، اتفضل يا استاذ محمد. ممكن اكلم الدكتوره؟ سمعت. اتفضل دكتوره مع حضرتك. اؤمر سؤالك ايه؟ السلام عليكم دكتوره. وعليكم السلام. حضرتك انا 2017 كان عندي ميه زرقاء. كان عندك ايه؟ ميه زرقاء. ميه زرقاء. ميه زرقاء في عين الشمال. كويس. بعدين صرفت علاجي 2017 حتى تاريخ اليوم بصرف علاج الجلوكوما. كويس. ما هي الجلوكوما هي الميه الزرقاء. ها كنت بشوف حضرتك انا الاول بنسبه 20-30% من عين الشمال. من حوالي شهرين ثلاثه ما بشوفش خالص. في العين اليسرى برضك، انما اليمنى كويسه. العين اليسرى. العين اليسرى عرفت نفسي على دكتور، قعدت الكلام ده كله في التامين الصحي. عرفت نفسي على دكتور من بره خاص، فقال لي عندك جمهور بنسبه 100% هنا في الشمال، وما ينفعش تاخد 100% ما ينفعش عمليه نهائيا. طب عين اليمين سعادتك؟ قال لك انا عينك اليمين جمهور بنسبه 80% وعامل لك عمليه عشان احافظ لك على 20% في عينك اليمين. ضمور في ايه؟ ضمور في العصب البصري ولا ضمور في ايه؟ والله هو سعادتك قال لي عندك جمهور في العصب البصري، عندك جمهور بنسبه 100% تاكل عصب، تاكل عصب بنسبه 100%. اوكي. حاضر. تابعنا من شاشه التلفزيون وهنجاوب دلوقتي حالا. ينفع تعمل العمليه دكتور ولا ما ينفعش؟ حاضر. عينيا الاثنين. طبعا ده استاذ محمد عنده جلوكوما او ميه زرقاء من سنه 2017 وبياخد علاجه وبيصرفه وماشي عليه من التامين الصحي، ومره واحده فوجئ ان عينه الشمال اللي هي فيها جلوكوما ما بقتش تستجيب، بس ما فيش رؤيه خالص. كانت الاول من 20-30%، دلوقتي راح لدكتور فقال له لا ده انت عندك ضمور او يعني تاكل في العصب البصري بنسبه 100% في العين اليسرى و80% في العين اليمنى، فهيعمل عمليه ولا لا وايه السبب والكلام ده. تمام. هي برضه الميه الزرقاء والارتفاع ضغط العين او الجلوكوما، الثلاث كلمات دول نفس المرض. ده من ضمن الامراض اللي هي بنسميها احنا سارق النظر، لان مرض خبيث ما بيبانش، ما فيش وجع، ممكن العام ما ياخدش باله لو ما بيكشفش دوري بعد سن معين. بنرشح او بنرجح ان هو يكون بعد سن ال 45 كل سنه يقيس ضغط العين مره. لو ضغط العين عالي مع الاسف فعلا ممكن يسرق النظر عن طريق ضمور العصب البصري، زي ما حصل كده بالنسبه للعين الشمال بتاعت الاستاذ رضا محمد. الاستاذ محمد.
المياه الزرقاء من ضمن الحاجات اللي احنا نفسنا كل الناس تبقى في توعيه اكتر ليها عشان ما نوصلش للمرحله دي مع الاسف. علاجها الاساسي ايه؟ علاجها الاساسي هي قطرات تقلل ضغط العين. هو اعتقد كان ماشي عليها، كان بيصرفها من التامين الصحي. بالظبط، احنا بندي قطرات تقلل ضغط العين بحيث ان العصب يعرف يعيش مع الضغط الجديد. ففي لسه معلومتين مهمين قوي مع المتابعه لازم نعرفهم، ان الضغط الجديد اللي احنا وصلنا له ده كان كام؟ لازم يقل على الاقل 30% من الضغط الاصلي، او يبقى اقل من رقم 14. الضغط لما يبقى اقل من 14 بيبقى امن اكتر على العين. بس ممكن برضو يكون العصب مش مستحمل الضغط الجديد حتى لو كان قليل جدا اقل من 14. بنعرفه بحاجه اسمها مجال الابصار اللي لازم يتعمل كل 3 شهور الى 6 شهور. والله العيان لو بالضغط نزل ومجال الابصار ثابت، لان مجال الابصار مع الاسف ما بيتحسنش، يبقى احنا كده ماشيين صح والعلاج ده كافي. لو في لسه تدهور بيحصل في الضغط، لسه بيعلى او بينزل او مجال الابصار لسه بيتاثر، يبقى لازم هنا نتدخل جراحيا. الحاجه الثانيه برضو لو العيان مش مواظب تماما او مش هيقدر يواظب نتيجه لظروف عمله بالقطرات، يبقى برضو ساعتها بنرجح الجراحه. اللي حصل ضمور في العين الشمال، ودي الحقيقه مع الاسف دي المرحله اللي احنا ما بنحبش نوصل لها لان ما لهاش حل لحد دلوقتي خالص. العين اليمين مهم جدا لازم ناخد بالنا منها، وعايزين نعرف برضو انه في معظم الحالات نادر جدا جدا لما يبقى في ميه زرقاء في عين واحده، الا لو في مشكله او مرض معين في عين واحده بس، انما غالبا الميه البيضاء المنتشره الاكتر اللي بتيجي اكتر بتبقى في العينتين الاثنين، فلازم طبعا العنايه وقياس ضغط العين بيبقى في العينتين الاثنين مع بعض. اوكي، معانا استاذ ايمن. الو. ايوه استاذ ايمن اتفضل. طبعا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم سامعينك. لحظه يا فندم، لحظه مستر جيل. بالصحه والسلامه. طيب الدكتوره نهال مع حضرتك، اتفضل يا فندم. انا يعني لما 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 العين لما برجع ابص كده الاقي يعني بعد مده كده الاقي ان العين تايهه خالص، تنميل على الكلام او المنظر اللي انا بشوفه. تنميل او ايه؟ يعني بس على العين تماما بعد دقيقه بالظبط. يعني تحس ان في تنميل، ده بيجي امتى التنميل ده؟ بعد النظر للشيء على طول. ده على طول حتى وانت في مكان ما فيهوش شمس؟ حتى لما مكان ما فيهوش شمس. يعني لما تركز على حاجه دقيقه يجي لك تنميل في عينك؟ قالوا ضمور في الشبكيه، وقال لي مده وما طبيب خالص يعني. قال ده لسه مفيش علاج للمرض ده. مفيش حاجه غير التنميل دي خالص؟ مفيش اي عرض تاني؟ ضعف نظر، لا. ضعف ابصار؟ ما في ضعف ابصار. نظرك كام على كام او كده؟ هو كل الدكتور يقول النظر ضعيف جدا ومفيش علاج للمرض اللي عنده. طيب حاضر، تابعنا من شاشه التلفزيون. قبل بس ما نجاوب على الاستاذ ايمن، في استاذه سحر. استاذه سحر معانا؟ ايوه. ايوه اتفضلي يا فندم، تحت امر حضرتك. بقول حضرتك انا رحت كشفت، قالت لي نظري على كل لما بمشي بدمع وبمشي في الشمس ما بشوفش حاجه. وما بشوفش في الشمس خالص، وبنزل الشارع ما بشوفش من عيني اليمين وعيني الشمال بشوف بيها، وما اشوف حاجه لازم اقرب على الشاشه. طيب ده بقى له قد ايه الحكايه دي؟ بقى لك فتره على الكلام ده؟ بقى لي شهرين، ورحت كشفت في معهد السكر، وراحت قالت لي نعمل كشف القاع العين مستني القرار. حاضر يا فندم، هنجاوبك دلوقتي حالا تحت امرك. انت عندك سكر طبعا مش كده؟ ايوه انا عندي سكر. بتاخدي له اقراص ولا انسولين؟ لا باخد انسولين ميكس طبعا 3 مرات في اليوم. طيب التراكمي بتاعك كام؟ لا لسه ما عملتش تراكمي. ايه في العاده بيبقى الصايم والفتره عندك كام او التراكمي؟ لا بيبقى 170 الفاطر، 170 والعالي 300. خلاص ماشي، شكرا يا فندم، شكرا، مع السلامه. استاذ ايمن، اللي بيحس بتنميل لما بيبص على اي حاجه دقيقه حتى لو مش في الشمس، لو في حاجه عاديه، وقالوا له انه عنده ضمور في الشبكيه. هو الحقيقه هو الشكوى بتاعته مش واضحه قوي بالظبط كده فيك. فهو طبعا لازم هيكشف ويتقاس النظر بالظبط، لان على حسب درجه فقدان النظر بتفرق التشخيص جدا، ويتفحص قاع العين كويس. في بعض الامراض طبعا في الشبكيه لحد دلوقتي لسه ملهاش علاج، ونامل ان شاء الله مع يعني الخلايا الجذعيه بالظبط نامل، بس ده لسه لازم الناس كلها تبقى عارفين ان لسه احنا في مراحل مبكره جدا من الابحاث، ولسه ما فيش علاج الحقيقه لبعض الامراض اللي هي فيها ضمور للشبكيه فعلا لحد دلوقتي. احنا بس عايز اكد على كلمه خلايا جذعيه، انا مسالك الدكتوره نهال رمض.
كتير قوي 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 بيجي لي مرضى يقول لك احنا تابعنا مع دكتور فلان الفلاني مسالك او دكتور فلان الفلاني بطن او دكتور فلان الفلاني عظام او 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 واتيفر، ويقول لك كان بيعالجنا بالخلايا الجذعيه. عشان الناس تبقى فاهمه، احنا كمسالك مفيش لسه بالنسبه للانجاب والمثانه والكلام ده لسه مفيش حاجه اسمها هحقن لك خلايا جذعيه عشان تخلف. دي نمره واحد. انا بس باكد لاني بسمع الشكوى دي كتير وبتضايقني الكلمه دي قوي، ومبالغ كبيره جدا. كلام ده بردك في الرمض، حكايه الشبكيه وفي ضمور في العصب البصري، في ضمور في الشبكيه، هنحقن لك خلايا جذعيه. الدكتوره نهال هاني ما هي قالت لا لسه، هو في ابحاث بس حتى هذه اللحظه لسه مفيش حاجه، مفيش نتائج نهائيه في الموضوع ده. انا بس حبيت اكد على النقطه دي، مهمه جدا فعلا النقطه. مدام سحر بتقول هي عندها ضعف في العين اليمين، وطبعا عندها سكر ومتابعه في معهد السكر، وبدات من شهرين اول ما تخرج عينيها تدمع جامد قوي قوي وما تشوفش باليمين خالص. هي الشكوى دي مهمه لانها ممكن طبعا تكون حساسيه العاديه اللي بتزيد مع الشمس وكده، بس ممكن برضه يكون فيه التهاب قزحي. التهاب القزحي ده فعلا العيان ما بيستحملش الشمس ويبقى فيه وجع جامد مع الشمس ودموع جامده، فلازم برضه هتكشف كويس عشان ده له علاج، بيبقى له علاج بقطرات ان شاء الله وبتجيب نتيجه ان شاء الله باذن الله. الله ان شاء الله. طيب هنرجع بقى تاني لموضوع الميه البيضاء. هو بس كان في حاجه كده برضك عايز حضرتك تعلق لنا عليها. استاذ زيدان كان قال كان بيسال طبعا عن الميه البيضاء واسبابها وانواعها، وانا لسه هنخش في الموضوع ده في حاجات حلوه قوي. انما قال ان هو ارى ان لو قطرنا عصير بصل على عسل نحل ده بيحسن الميه البيضاء. هو البصل اكيد لا، البصل ده سلفوريك اسيد وده يعني ماده كيميائيه، دي تكوي العين وتزود الجفاف بتاع العين، فدي اكيد مش صح. بالنسبه للعسل ما عندناش لسه ابحاث تثبت كده، بس هو مبدئيا لازم اي حاجه طبعا تتحط في العين لازم تكون متجربه على مراحل معينه من الابحاث، على حيوانات الاول وبعد كده على بني ادمين، ونشوف النتيجه ونشوف ان هي امنه ونشوف انها ما بتنقلش تلوث للعين. فمش من حق اي حد يجرب اي حاجه كده الا لازم طبعا تكون تعدت في الابحاث الطبيه واخدت اجازات انما معينة. انتوا في هذه يعني احنا مرحلة بصفه مفيش ما سمعتيش عنها؟ لا مفيش حاجه علميه او ابحاث نشرت تثبت ذلك. اوكي طيب احنا طبعا عايز بس كده كنت يعني سمعت قبل كده او يعني قريت عن موضوع ان دلوقتي العدسه لما بتتغير العدسه بقى فيها حاجه اسمها مالتي فوكال وعدسه مرنه ومش مرنه وبقت سهل الفتحه بتاعتها وحاجات كده كتير قوي بتتعمل. فطبعا احنا بقى لنا خمس دقائق بس عايز اعرف ان شورت ايه الكلام الحلو ده. طيب احنا طبعا العدسه الصلبه قديمه تعتبر قديمه دلوقتي، حصل طبعا طفره ان بقت العدسه اللينه او المرنه دي بتخش من جرح صغير جدا 2.4 من 10، فبالتالي العيان تاني يوم يقدر يكشف عينه ويقدر يمارس حياته عادي. نوع بقى العدسه نفسها طبعا بيختلف على حسب سن العيان، الاطفال ليهم عدسات غير الكبار. الكبار بيبقى عندنا مشكله اللي هي ان احنا هنغير العدسه اللي هي كانت زي ما قلنا قبل كده كبرت في السن اللي فقدت القدره على انها تشوف البعيد والقريب مع بعض. فاحنا لما بنيجي نعمل عمليه الميه البيضاء بيبقى عندنا القدره في زرع العدسه دهيت ان احنا نحط المقاس بتاع البعيد للعيان، نخلي العيان يشوف البعيد ان شاء الله 6-6 من غير ما يحتاج يلبس نظاره. هتفضل بقى عندنا مشكله القريب. في عندنا كذا حل لمشكلة القريب، يا يعني إما لو العيان مش بيقرأ كتير يبقى خلاص مفيش مشكلة إن هو ممكن نظبط العدسة اللي هي تبقى أحادية البؤر، نحط العدسة العادية بتاعت أحادية البؤر ويبقى يلبس نظارة قراية ساعة القراءة لو دي مدتها قليلة. كويس. لو العيان متحمس أكتر إن هو يشوف القريب أكتر بنحط عدسة متعددة البؤر زي اللي كنا بنقول عليها قبل كده في النظارة، لا دي بقى في منها بيتزرع جوه العين. دي طبعا برضو محتاجة ان العين الاول يتدرب على المتعددة البؤر في النظارة عشان لو ما استريحش عليها برضو يبقى غالبا مش هيستريح على اللي هتزرع جوه العين. في حل تالت ان احنا بنخلي عين اقوى في البعيد وعين تانية اقوى في القريب، بحيث ان هو لما يجي يبص على القريب هيعتمد على عين منهم اكتر شوية من التانية، وده حل برضو كويس ومعظم الناس بتستريح عليه. كاورينتيشن للمخ مفيش مشاكل؟ مفيش مشكله لان احنا بيبقى الفرق ما بينهم صغير مش كبير. بس واحده مفضله اكتر في البعيد واحده مفضله اكتر في القريب، وده برضو في معظم الناس اللي بالذات ما بتقراش كتير بيبقى كده ساتسفاكتوري وبالنسبه لهم كويس بالنسبه لهم. في بقى طبعا عدسه ثانيه اللي هي اللي بتصلح الاستجماتيزم كمان، وفي عدسه ثالثه اللي هي بتزرع فوق العدسه الطبيعيه بتاعت العين، دي حاجه جديده والحقيقه نتائجها جميله جدا. ان لو حد سنه صغير ولسه عينه العدسه بتاعته الطبيعيه لسه عندها قدره انها تشوف البعيد والقريب بس مقاسه كبير او ناقص 11 مثلا او ناقص 10 ما ينفعلوش تصحيح الابصار العادي، فساعتها ده بقى ممكن نزرع له عدسه فوق عدسته الطبيعيه اللي موجوده جوه العين، وده بيخلي بيفضل محافظ على المزايا بتاعه العدسه الطبيعيه بتاعته وفي نفس الوقت صلح الابصار بتاعه. طبعا احنا مش عايز اقول لحضرتك يعني خدت كام معلومه جديده ما كنتش اعرفهم تمام
وكان عندي اسئله كتيره بقى لسه عن الليزك وازاي بيتعمل وايه الناس اللي تنفع لها وكده. فيعني معلش بستاذن حضرتك، لازم تشرفينا باذن الله، ناخد وعد من حضرتك انك تشرفينا في حلقه قادمه باذن الله نتكلم على بقيه المواضيع اللي ما فتحناهاش الحلقه دي ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. شكرا. في نهايه حلقتنا بنشكر استاذه الدكتوره نهال ماهر الجندي، استاذ جراحه امراض العيون بكليه الطب جامعه القاهره، وزميل جامعه جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحده الامريكيه، على كل المعلومات الجميله اللي هي اديتها لنا، واتمنى نكون جميعا استفدنا من هذه المعلومات. الى هنا نصل الى نهايه حلقتنا اليوم. نتمنى ان نتقابل دايما على خير ان شاء الله، كل يوم سبت من الساعه 2 للساعه 3 على الهواء، ونسيبكم في امان الله. السلام عليكم.